السادة المعاليس، السادة الضباط والمراتب، السادة كوادر الصحية، فريق أطباء بلا حدود. شكرا لحضوركم الكريم. In Mosul, MSF currently also provides maternity services in Al Rafidin as well as in Nablus. طبعا أطباء بلا حدود أيضا تقدم خدمة الولادة أيضا في حي الرافدين. بحضور السيد قائد عمليات نينوى والسيد قائد شرطة محافظة نينوى والسادة مدراء الدوائر، تم افتتاح مستشفى الشفاء. طبعا هذا المستشفى سعة 28 سرير تبنته منظمة أطباء بلا حدود. طبعا سوف يكون نواة لحالة من بقية المستشفيات للأمراض المعدية. نأمل من الحكومة المحلية ومن الحكومة المركزية بزيادة التخصيصات المالية لمحافظة نينوى ولصحة نينوى لإعادة تأهيل وبناء كافة المستشفيات وإعادتها إلى سابق عهدها. 28 سرير. اليوم حضرنا احتفالية افتتاح مستشفى الشفاء للأمراض الصدرية الذي أنشأته منظمة أطباء بلا حدود مشكورة، ويتكون من 28 ردها وكذلك ردها للعزل للأمراض الصدرية. هذا المستشفى الذي تم بناؤه عن طريق أرضية خرسانية وهيكل حديدي والتغليف بالسندويش بنال، طبعا هو بادرة جيدة من منظمة أطباء بلا حدود من أجل معالجة الأمراض التي تحتاج إلى العزل التام عن باقي الأمراض، ولكن نتطلع أن يكون هناك مستشفيات أخرى تبنى حقيقية في الجانب الأيمن من مدينة الموصل. نتمنى أن تكون هناك إحالات من مستشفى 100 سرير أو 200 سرير حتى نستطيع سد النقص الحاصل في ردهات في عموم محافظة نينوى. بتوجيه من السيد محافظ نينوى المهندس منصور مرعيد، حضرنا اليوم افتتاح مستشفى الشفاء الذي يختص بالأمراض المعدية في هذه المحافظة من قبل الجهة المنفذة، هي حقيقة منظمة أطباء بلا حدود. لهم كثير من النشاطات في هذه المدينة منذ أيام التحرير ولحد هذا اليوم. يوم جديد في نينوى، وكل يوم هناك شيء جديد أيضا مع اليوم التالي. بدأنا بالمنطقة القديمة وأنهينا كثير بنسبة 80% من المشاريع في دوائر المجاري. أيضا هناك عمل جبار ليل ونهار، هناك خلية نحل تعمل بإشراف السيد المحافظ ومعاونية الإعمار في المحافظة وكل الدوائر الخدمية والوحدات الإدارية على مستوى المحافظة. كنا متعاونين جدا مع دائرة الصحة في بعض الأمور وبعض التسهيلات التي عملناها لهذه المستشفى، وكذلك هناك الطرق وهناك المقتربات. إن شاء الله يعني هذا واحد من المشاريع المهمة ستلحقها مشاريع كبيرة لإعادة الخدمات الصحية إلى مدينة الموصل. إن شاء الله نحن يد واحدة مع كل الدوائر، مع دائرة الصحة، مع كافة الدوائر لإعادة إعمار هذه المدينة الجريحة. إن شاء الله يعني نتأمل بإنجاز المشاريع الأخرى. نشكر دائرة الصحة نينوى، ونشكر منظمة أطباء بلا حدود، نشكر السادة المسؤولين وكل من حضر إلى هذا المكان، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله تعالى. Today we are handing over the new Al Shifa Infectious Disease Hospital construction to the DOH. اليوم نسلم مستشفى الشفاء الجديد للأمراض الصدرية والحميات إلى دائرة صحة نينوى. This is a construction that's been fully facilitated by MSF. It's a 28-bed facility which covers one separate ward for tuberculosis and one ward for other infectious diseases. طبعا عملية بناء هذه المستشفى تمت بشكل مطلق من قبل أطباء بلا حدود.
الذي تتكون تعمل بطاقة استيعابية 28 سرير، ردها متخصصة بمرض التدرن، وردها أخرى تتعامل مع الأمراض الصدرية والحميات أيضا. هذه المستشفى تم تخصيصها بشكل كامل من قبل أطباء بلا حدود لتتعامل مع هذا النوع من الأمراض، لذلك نأمل أن تستعيد مستشفى الشفاء ميزة أن تكون هي مستشفى الإحالة لأن هذا النوع من الأمراض في الموصل وجزء كبير من شمال العراق. That they will be able to provide the specialized healthcare needed for people with infectious diseases. الآن عندما تستلم دائرة صحة نينوى هذا المشفى ستكون قادرة على تقديم الرعاية الصحية التي تختص بالأمراض الصدرية والمعدية والحميات. And from now on, we focus on our own projects with our hospital in Nablus, our facility for maternity in Al Rafadin, and our comprehensive post-operative care center here in East Mosul, along with mental health services in PHCCs on both sides of the river. والآن بعد انتهاء أطباء بلا حدود من العمل في هذا المرفق تستطيع الآن أن تركز على فعالياتها الطبية التي تديرها بشكل مباشر، وهو مشفى الرعاية الشاملة ما بعد الجراحة المتواجد في الجانب الأيسر من المدينة، وصالة الولادة المتواجدة في مركز صحة الرافدين، وأيضا فعاليات الصحة النفسية المتواجدة في كلا جانبي المدينة.